صار 2011 محضر اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومعنا وزارة الشؤون الاجتماعية ينصلت محضر الاتفاق هذا 21 يوم الخميس 21 أفريل 2011 ينص إن معناها إلغاء العمل معناها بالمناولة بين المناولة مع الجروب شيميك ويقع ترسيم معناها للعمال متاع المناولة وتتعدد الأصناف متاعهم وتعهد الجروب شيميك في 21 أفريل 2011 إن الكونترا القديمة قبل الثورة تلتغي ما عادش يعمل دي كونترا جديدة صار كل شيء ما عدا قطاعنا إحنا علاش؟ على خاطر احنا صنفونا ان معناها عمال غير مناولين ولكن عندنا محضر جلسه معناها يثبت ان احنا معناها في قطاع المناوله. والله احنا جينا هنا مع التصميم على خاطر صار اتفاق من 2011 معناها ادماجكم للمجمع الكيميائي التونسي. هو المحضر صار في شركه الصيانه لكن قالوا لنا بدنا ندخلكم المجمع الكيميائي التونسي، هي شركة الصيانة معناها نقول احنا مولدتها لجروب شيميك، صار معناها سير شارش على لجروب شيميك، معناها حب يخفوا عليه شوية دار شركة الصيانة هذه، فهمت؟ كنا معناها في سير ادماج في شركة الصيانة معناها من 2011 ما صار حتى شيء لتواك، الوعود برشا ولكن الاتفاقات ماهيش موجودة. نحن حبينا نفعل المحضر جلسة اللي صار فيه الاتفاق. احنا مجموعة 86 معناها سائق. اللي هم سائق الجرافات قال لك اعطوني 34 شخص منكم انتم باش ننتجهم في شركه الصيانه وقت لتحل والبقيه راهو باش جاي الكونكور تو ننتدبكم معنا اليا قدموا احنا في الكونكور وورق امورنا وبعد ناخذوك لكن للاسف لا قبلوا لا ال 34 ولا قبلوا معناها البقيه احني اني كنت نخدم اني بابا عالة كنت نخدم معناها نوكل في عائلة نصور في 300 400 الف في الشهر اليوم معناها من 1 ديسمبر التو اني بطال اني كنت نصور في 400 و500 في الشهر ومش عندي لي حتى شيء راس الشهر يلزمني نسلم اني بابا اربع صغار امي واختي معايا معناها احنا نوكل في عائلتين اني اليوم معناها كنت نخدم اني نجيب في الشطر شهريه هذه وماهيش مززتني كنت تصبحني بطال راني نمشي نسرق ولا شنو مطلبي مادامني كنت نخدم وانت حبست ترجعني تخدمني في البنك ترجعني نخدم تدمجني ضمن الشركه انا عندي 20 عام ماني جاي من الشارع الاولويه لي يعني وهذا حقي ماهوش مزيه ماكش مش باش يعملوا عليا مزيه طبق القانون محضر هذا اتفاق صار على الناس الكل يصير معناها يطبق في معناها وقتها يا خويا طبقه تو ما يسالش احنا نتنازلوا للدوله على الكارير الكارير نتاعنا 17 عام و25 عام و10 سنين تعدد مش نطرحوا هذاك خويا تو نحبوا نخدم شنو هو احنا معناها المصير نتاعنا مادام عندنا محضر اتفاق يا اخي ما تخلينيش نروح في الشارع انا يعني جايك من برا صار ما بيناتنا اتفاق يا خويا حقق لي الاتفاق مانيش مسايبين لين نموتوا هني بالنسبه لي اني والله لا نروح المروح لي مانيش مروح ثاني ركوبي سلفت ركوبي بجيت لهني باش نروح نروح نلقى ولدي يقول لي هات يا بابا ولا هات يا ما نجيبش نروح مروح كان بيعمل لي حل من هني يعمل لي حل